وعد المتقين بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعلى شأن من اتقاه وأجزل لهم المثوبة والأجر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رفع شأن بعض خلقه للتأسي والاقتداء. وأشهد أن نبينا وسيدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله خير البرية وأزكى البشرية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار الأتقياء، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم كن متميزا، الذي نتتبع فيه وإياكم خطى من سلكوا الطريق إلى التميز لنلحق بهم. وعشنا وإياكم في الحلقة التي مضت مع سيرة ملك أفريقيا، خادم الدعوة وسفير الخير وفارس العمل التطوعي وسيد دعاة العصر ورجل بأمة. كل ذلك وأكثر ألقاب أطلقت على الداعية عبد الرحمن الصميط رحمه الله رحمة واسعة، ويستحق كل تلك الألقاب وأكثر، كيف لا وقد سلك مسلك الصحابة في الهجرة، حيث هجر حياة الترف والبذخ، وقد نال أعلى الشهادات من أرقى الجامعات، لا سيما هو من بلد من أغنى بلدان العالم، يمنحه ذلك ليعيش أرقى عيشة ويترفع أعلى المناصب، لكنه هجر كل ذلك وحمل هم نصرة دين الله كصحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار، حتى بلغ رسالة ربه في القارة السمراء كما بلغ الصحابة دين الله في جميع الأمصار، فأسلم على يديه أكثر من 11 مليون شخص، حمل روحه على كفه، قضى حياته في البذل والعطاء، يطعم الفقراء والمساكين ويداوي الجرحى ويكفل اليتامى، يحفر الآبار ويبني المستشفيات والجامعات، حياة مليئة بالعطاء كما بينا ذلك فيما مضى. كل ذلك جعله قدوة حسنة ومدرسة وجامعة تنهل الأجيال منها، تخرج منها آلاف الرجال العظماء الذين نفع الله بهم الأمة وجدد الله بهم الدين، كما جاء ذلك في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها. فلعل الدكتور عبد الرحمن الصميط ممن جدد الله به الدين في البذل والعطاء والسخاء ونصرة دين الله وحمل هم الأمة. إن في الأمة مثل هذا الرجل آلاف الرجال، بل ملايين من الرجال والنساء ممن صنعوا الأمل في ملايين البشر، فكم سررنا عندما رأينا صناع الأمل في عالمنا العربي والإسلامي الذين تم التعرف عليهم من خلال تلك المبادرة المباركة والمتميزة لأول مرة في التاريخ، التي يستحق أن يقال عن مبتكرها أنه ربان صانع الأمل. تلك المبادرة التي تعد الأكبر والأشمل من نوعها عالمياً، الاحتفاء بناشري الأمل والتفاؤل والإيجابية، محاربي اليأس والفقر والجهل، باذلي العطاء والسخاء والكرم، حيث تسعى المبادرة إلى تكريم المبادرات والبرامج والمشروعات ذات الطابع الإنساني والخيري والمجتمعي، التي يهدف أصحابها من خلالها إلى تغيير مجتمعاتهم وصنع فرق في حياة الآخرين نحو الأفضل دون أن ينتظروا أي تقدير أو مقابل. تقدم لهذه المبادرة آلاف المتقدمين، وهذا إنما يدل على أن في الأمة مثل عبد الرحمن الصميط ملايين، وأن الأمة ما زالت بخير
بل سيظل الخير فيها إلى قيام الساعة. لكن هل أنا وأنت وأنت من هؤلاء؟ ماذا سيكتب التاريخ عنا؟ ماذا سيكتب التاريخ عنا؟ إن هذه المبادرة مبادرة صناع الأمل ليس هدفها التكريم والجوائز، بل هدفها أعظم بكثير من ذلك، بل هي رسالة لي ولك ولكل فرد في الأمة أن يصبح فردا عاملا وصانعا للأمل، يأخذ بزمام المبادرة في تحسين واقع الحياة في مجتمعه. هذه المبادرة هي رسالة مطمنة بأن الأمة تزخر بصناع الأمل، تزخر بالمحسنين، تزخر بمن يحمل هم الدعوة إلى الإسلام، تزخر لمن يحمل هم الفقراء والمساكين والعجزة والمسنين، نساؤها ورجالها. فهل أنا وأنت وأنت منهم؟ هي رسالة لمن تخلف باللحاق بهم، انظر أين هم وأين أنت. هي رسالة تهدف إلى غرس ثقافة الأمل والعطاء في الأجيال منذ الصغر لتثمر عند الكبر، ليكون غدا صناع الأمل. إن الخمسة الذين اختارتهم لجنة التحكيم من بين آلاف المتقدمين لهذه المبادرة المباركة أبهرونا بأعمالهم وتضحياتهم وجهودهم الجبارة التي قاموا بها بثقة وجدارة. ذكرونا بتلك التضحيات الجبارة التي قام بها رجال خير القرون المفضلة، أكدوا أن هناك آلاف من الرجال والنساء يعملون بصمت من أجل إسعاد الآخرين، وأن كل واحد قادر على أن يعطي ولديه ما يعطيه، فما علينا إلا أن ننضم إلى قافلة صناعة الأمل. فهؤلاء هم الأبطال الحقيقيون الذين يستحقون التكريم، وتستحق شعوبهم أن تفخر بهم. فإن ما قامت به صانعة الأمل الأول التي كرست نفسها لإنقاذ اللاجئين الفارين إلى أوروبا هو التميز بعينه، هو التميز بعينه. وإنما قام به أيضا صانع الأمل الذي اختارته لجنة التحكيم، الذي تبنى قضية أطفال الشوارع مقدما لهم كل أنواع الرعاية من خلال المأوى الذي أسسه خصيصا لهم. إنه والله لفخر لجميع العرب، وتعجز حروف اللغة عن التعبير عما قام به صانع الأمل، طبيب الفقراء الذي أنشأ عيادة لأهل قريته لعلاج أهلها، وحدد قيمة أجر العيادة بمبلغ زهيد يستطيع أي فقير أو مسكين أن يتعالج، والذي لا يملك هذا المبلغ البسيط يتعالج مجانا. وهذا المبلغ يشمل كل أنواع الفحوصات والأشعة وكل ما يحتاجه ذلك المريض من علاج. كرس نفسه وأسرته جميعا لرفع معاناة آلام الفقراء والمحتاجين، وإرجاع البسمة والفرحة في وجوه المرضى والمصابين. ولا يقف المقام عند هذا الحد، إلا ونتفاجأ بما قام به صانع الأمل الذي فاز بالمركز الأول أيضا من خلال أيديه البيضاء وقلبه الرحيم وبره العظيم بكبار المسنين المشردين الذين لا مأوى لهم، يفترشون الشوارع. أخذهم إلى بيته يرعاهم حق الرعاية ويبرهم حق البر، تعويضا عن البر الذي فقدوه من أبنائهم. وقال إنه لا يوجد مستقبل لإنسان وأبوه يفترش التراب، فقلبه المليء بالرحمة والشفقة لا يطاوعه أن يرى مثل أبيه الشايب يفترش التراب في الشارع. أي قلوب تلك التي يمتلكها صناع الأمل؟ وأي رحمة ملأت تلك القلوب؟ حقا إن القلوب التي ملأت بالرحمة والشفقة والحب والتسامح والعفو والإخلاص والصدق هي التي يرجى منها صناعة الأمل، هي التي تمد يد العون لكل محتاج، وتطعم كل جائع، وتروي كل عطشان، وتأوي كل شريد، وتكسي كل عاري، وتداوي كل جريح، وتعلم كل جاهل، وتزرع الابتسامة، وتنثر الخير، وتصنع الأمل. قلوب كالمطر يحيي الله بها الأمل. حقا إنما قام به صناع الأمل هو التميز بعينه، هو النجاح الحقيقي، وهو المستقبل الحقيقي. فالنجاح الحقيقي والمستقبل الحق هي حياة البذل والعطاء،
والسعادة الحقيقية هي أن تسعد الآخرين فتسعد، إن حياة هؤلاء حقا مدرسة، نتعلم منها البذل والتضحية والفداء، نتعلم منها الشعور بالمسؤولية، نتعلم منها الرحمة والشفقة والحب. فمن لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حقا إن هؤلاء ترجموا معنى الإنسانية على أرض الواقع، الإنسانية التي هي الإحسان والإيثار والاحترام والتعاطف والأخوة والتفاهم وغيرها، التي ترشد الإنسان إلى كيفية التعايش مع بني جنسه. حقا إن هؤلاء عززوا القيم الأخلاقية وأحيوا أخلاق الإسلام وبينوا الصورة الحقيقية للإسلام ورسالة الإسلام، وسيظل الخير موجودا في هذه الأمة إلى قيام الساعة. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. نسأل الله تعالى بمنه وجوده وكرمه أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ونسأل الله أن يتقبل من صناع الأمل ما عملوه، وأن يجعله في ميزان حسناتهم ورفعة لهم في درجاتهم. ونكتفي بهذا القدر إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ومع تميز آخر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.